قمة يوم الخميس احتفظت بطابعها المميز من حيث الإثارة والحماس الذي طبعها في كل فتراتها وأطوارها. ورغم طابعها المحلي، المقابلة جاءت مفتوحة وحفلت بمستوى مقبول على العموم. بخصوص التشكيلتين، كل الأسماء كانت حاضرة. الاتحاد من جهته استرجع لاعبيه المعروفين مثل زيري، غول، حمداني وحاج عدلان. فوق الميدان الإرادة كانت أكثر عند أصحاب الزي الأخضر الذين سجلوا هدفا مبكرا في الدقيقة 11 بعد تنفيذ هذه الركنية من مشي هو رأس خوجة ثم الطبال الذي استغل الخطأ في المراقبة من مدافعي الاتحاد. وفرحة كبيرة في مدرجات المولودية. أخطر محاولة للاتحاد جاءت بعد هذه المحاولة من حاج عدلان الذي راوغ علوش وفتحة على طبق لزكري الذي لم يحسن استغلالها، ثم رأسية ثانية من مناد التي مرت فوق العارضة وحيرة كبيرة عند مقعد احتياط الاتحاد. حتى هنا ما كانش مع اتحاد العاصمة، شوف الإعادة وسهلة من زوري. ثم مناد الشوط الثاني كان أحسن من حيث الفرص، أي الطاهر ضيع الفرصة الأولى لصالح المولودية وبعدها مباشرة فتحة من حاج عدلان، لكن رأسية غول اصطدمت بالقائم. ودقيقة بعد ذلك لزوم ينقذ المولودية من هدف محقق. دخول سلو أعطى دفعا إيجابيا لمردود المولودية. فتحة من هذا الأخير نحو مشري الذي أخطأ التسديد، ثم أي الطاهر وقد فرائع من سلو مرت بجانب القائم. الضربة القاضية جاءت في الدقيقة الأخيرة إثر عمل تمهيدي من المايسترو بن علي نحو دوب الذي بخر أحلام الاتحاد في تعديل النتيجة بهذا الهدف الجميل. يسجل هدف الثاني في الوقت اللي كان دفاع الاتحاد ينظر يتفرج. وهي النتيجة التي انتهى بها اللقاء الذي ترك مع الأسف طعما مرا بعد هذه الصور التي نتألم عند مشاهدتها ونتركها تعبر عن نفسها. في جانب تام اللي احنا عملنا نقولوا ثلاثة أربعة فرص اللي كانت تاع تسجيل بفريق مثل هذا نعملوا أكثر من ثلاثة أربعة فرص. لو جو يعني لاعبين أربعة خمس مباراة كان يعملوا أكثر من ثلاثة أربعة. قبل هو راني متأسف غير في التصرفات هذو اللي صراو في آخر مقابلة. أنا نقول الهدف الثاني هو اللي شوية مد لينا ربما شوية اللاعبين سواء من جهة تاعنا سواء من جهة تاع اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة اليوم كان باللاعبين اللي كانوا في راحة، وحنا الفريق تاعنا ما نساوش بالفريق هو اللي لعب يوم الاثنين، الفريق هو اللي لعب يوم الخميس. انا قلت لي ولا المقابله اليوم كانت محلوله من الطرفين، هي شفنا كره نقيه غير للاسف برك في الاخير تاع المقابله ما تمنيناش تنتهي هكذا المقابله. وانا نقول اليوم ولا فزنا شكر كبير للاعبين اللي مدوا لعبهم